سويتش. الله. ولا يهمك يا اسماء، ما فيهاش حاجه خالص. تحبوا يتسالوا في ايه؟ رياضه ان شاء الله. رياضه؟ تمام. رياضه. والسؤال هو، من هو اكثر اللاعبين صناعه للاهداف في تاريخ دوري ابطال اوروبا لكره القدم حتى عام 2022؟ 42 اسيست. احمد ايمن اجابته. كريستيانو رونالدو. رونالدو اجابه صحيحه. 187 مباراه بفرق 2 اسيست عن ميسي، وعن ميسي وبعدها دي ماريا الثالث 39 جول 39 اسيست. 170 جامعة المنصورة، ألف مبروك. التلات نقاط لجامعة المنصورة عقدتوا المجموعة. هارد لك لجامعة بنها. موقف بقى صعب، ماتشكوا الجاي بقى ماتش كاس فعلا، يا تودعوا البطولة يا تقدروا تكملوا بالفوز بالتلات نقاط.